يجوا بصح ماشي حاجه صح ماشي ما مش عارف انا بالك مثلا الدراهم بالك ها يفسك دراهم هما اللي راهم يمشوا يجي لهم ما تخرج عليها الفلوس ما عندنا حاجه حنايا نروحوا ولا ما نروحوش ما عنديش سؤال دركاتك كما قال لك الزميل ديالي دركاتك قضية دراهم دركا البالون ولا دراهم ولا البالون ولا تجاره ماشي كما كان الناس كانت تلعب يا صاحبي كما قال الاخر الوقت حنا اللي نشفاو له هذاك الوقت كانت تلعب بلحفه يا صاحبي البالون دركا راهم يلعبوا على الدراهم يا احترافيه البطولات في تونس هناك احترافيه هناك بطوله بأتم معنى الكلمة بالبرمجة بالاحترافية بكل ما يقال عن الاحتراف هنا في الجزائر يعني ما كاش لا يوجد مجال للاعب لكي يطور إمكانية ديالو على بها اللاعب يفضل يروح للبلدان المجاورة كتونس والمغرب باسكو جبل ربي لو نيفو تاعكم لي ميو كو النيفو تاعنا هذا هو الاسباب باسكو البطولة التونسية هي بطولة محترفة والبطولة الجزائرية مش محترفة محترفة بالكلام برك هذا ما كان باسكو على بالنا بلي الشامبيون لوكال فيها التخاك فاهم فيها ترافيك فيها ماشي محترفة فاهم سي بور سا الناس ولات ما تميلش للشامبيون.